السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد لطريقة إطعام ببغاء الأفريكان جراي اللي هو بيسموه الكاسكو الرمادي. هذا الفرخ أول فرخ بيطلع عندي الحمد لله، أول مرة أول تجربة لي، يعني ما عندي خبرة كتير كبيرة، بس عملت كتير يعني بحث على الإنترنت و وصار عندي شوية خبرة بهذا النوع من الببغاءات. عندي طبعا نوع، عندي خبرة بعض أنواع أخرى مثل المكاو والببغاءات الخضر اللي هن الجرين تشيك والكونيرز هدول واللوف بيردز عصافير الحب وهيك. فهي تجربتي الأولى مع أول مرة بفقز عندي ببغاء الأفريكان جراي. عم استعمل هاي الفورميلا اسمها اكزات هاند فيد، ماركتها من كيتي، كتير كتير منيحة. عم استعملها من اول ما فقس الفرخ عندي. طبعا اتعذبت بهذا الفرخ كتير لانه الاب والام تبعاته ما كانوا يعني عندهم خبرة، كانت اول مرة بفقسوا، وتخيلت انه اذا بخلي البيضة عندهم يعني مش حيمشي الحال، ما رح يمشي الحال. فأنا حطيت البيضة بحضانة وفقست البيضة وطلع عندي هذا الحمد لله أول فرخ. صار عمره هلأ 6 أسابيع، 6 أسابيع على التمام. أولادي عم يبكوا، 6 أسابيع. Oh, I think they're hungry, right? All right. Sorry. That's fine. Yeah. عم استعمل منها هلأ صرنا عم طعمين يعني سكوب كامل بخلطه مع كل سكوب من هاد بخلطه مع 2 سكوب ماي. وعم طعم الفرخ عم يكبر والله الحمد لله. It's getting loud here. هلأ لازم ب6 أسابيع يأكل 45 45، يا 45 سنتي لتر، 45 ميلي لتر عفوا، أو مدري قديش على الأونس. فأحيانا كنت لك أول ما بلشت حاول إنه أنا وعم تعمل فرخ فلاقي إنه ماله يعني ما بده يأكل أو ما هيك. فلاحظت انه بس ولما في هون الزوايا عم تم الفرخ بس تلمسهم لمسة صغيرة كأنه الام لما تطعميه بتلاقيه بلش يرفع راسه وبده يبلش ياكل. اذا بحط ايدي عليه هيك ليك شلون بصير بيفتح جناحاته وبصير ببلش بده يبلع اكل. فهيدي هون النقطة هون اللي يعني اللي كنت انا ما كنت اعرف، كنت بس حط له الابرة بتمه وما ياكل، هو ما حسه بده ياكل. بس تاري انه بس نمسكه من هون للفرخ بصير ببلش يفتح تمه وبده ياكل. فهي احسن طريقة لما بدك تطعميه، بس تمسكه هيدي الوضعية وتحط له الاكل بتمه هيك، بتلاقيه كتير بده ياكل. وبدك تستنى عليه لحتى يبلع يعني. وكمان بدك لما بدك او بدك يعني الفيديو مو بس الشباب، في بنات بيحبوا ربوا ببغاء كمان. بدك لما انك عم تحاول تطعمي الفرخ تحاول الانف هون ما تخليه ينسد، لانه احيانا بيبلع وبصير بيطلع الاكل من مناخيره، فهذا الاكل بيبس جوا مناخيره. بدك تحاول مثل تجيب بخاخة خصوصي فيها مي، متأكد انه معباية مي جديدة ومغلية البخاخة قبل ما تستعملها، لانه اي بكتيريا بتضرر الفرخ. بتجيب بخاخة وبتبخبخ شوية عليهم هيك شوية مي، وبتجيب سرنج صغير بس لحتى يتشتش قلب مناخيره، بتسحب بقلب مناخيره هيك، بتسحب كل الاكل العلقان بقلب مناخيره وبتنظفهم هيك بمحرمة، هيك بتفتلها بفوتها محرمة صغيرة بتنظف له انفه.
كتير بتلاقي فرق معك، بصير الفرخ بصير بده ياكل كمان. اما اذا مسدودين مناخيره ما عاد يقدر يتنفس وياكل، يعني دائما خلي الفرخ نظيف. وبس يخلص دائما استعمل القطن تبع تنظيف الاذن، فوتها بقالب تمه ونظف له تحت لسانه، وما تخلي اي بكتيريا انه تدخل يعني وتصير تضايقه بمعدته، لانه البكتيريا بس تبلشت تتشكل بتمه بيبلعها، وبتصير يعني بصير بده انتي بايارك، بصير بده دواء التهاب مشان يحارب البكتيريا. وما بدك تدخل بهاي القصص من هو وفرخ، لانه ممكن انك تخسره بسهولة، كتير ضعيف جسمه. وست اسابيع بصير وزن الفرخ تقريبا 400 جرام. اول ما ولد كان وزنه 11 جرام، فبست اسابيع صار 400 جرام، تحول رهيب سريع. وهذا هو الفيديو اليوم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اذا عندك اي تعليق او اي كومنت حطه بالكومنت او راسلني. اذا حسيت انه انا عم بعمل شيء غلط صلح لي. شكرا لمشاهدتك، السلام عليكم ورحمة الله.